المصباح بالفاست بريك من الناحية الثانية وزويتا عم يسجل نقطة السابعة. مصباحي برد برد المصباحي خطر هاللاعب. ست نقط لزكريا المصباحي. الحاوف يعمل بلوك شوت وكمان عم يردوا ببلوك شوت الفريق المغربي. زكريا المصباحي عم يخترق ويسجل. 10 نقط لزكريا. ثاني لاعب عم يعمل دبل فيجرز النقاط بفريق سلا المغربي. زكريا المصباحي بمرر و فريق سلا مع المصباحي والنجاح عم يحسم الامور تحت السله بتسجيل نقطه 16. ورد رد سريع من براندر فريمان. زكريا المصباحي بيخترق بسجل. زكريا المصباحي ريباوند المصباحي. كمان زكريا بمر لكوردو وكوردو عم يسجل. تمريره طويله لقدام لدوين جاكسون بضيع المحاوله. دوين يا دوين مش معودين عليك تضيع هيك فرص.